والمساواة بين الناس والتشبث في روابط الأخوة والتعاون.
والتسامح. ولا يخفى عليكم أيها الحجاج الميامين ما تتطلبه فريضة الحج وأداؤها أولا بمعرفة ما ينبغي الإلمام به من فقه المناسك ومراعاة الأركان والواجبات وما يتعين في أدائها من الشروط اللازمة طبقا لمذهبنا المالكي. وتذكروا أن اجتماع تلك الحشود الهائلة من ضيوف الرحمن على الصعيد الطيب وحول الكعبة المشرفة وفي منى وباقي الأماكن المقدسة يقتضي منكم التحلي بالصبر وضبط النفس وقيم التسامح مع تجنب كل ما يشين سلوك المؤمن من أقوال وأفعال مصدرها الأنانية والانفعال والجدال، وهو ما نهى عنه الله تعالى في قوله: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته امه. وقوله كذلك: الحج المبرور ليس له جزاء الا جنان. انكم على علم تام بما يوليه امير المؤمنين صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده من عنايه فائقه لشؤون الحج واموره من خلال تعليماته وتوجيهاته الساميه الى حكومته الموقره للعمل على تهيئه الوسائل اللازمه واعداد كل ما يؤدي الى تيسير اداء حجاجنا الميامين لهذه الفريضه الاسلاميه وتمكينهم من اداء مناسكهم في افضل الظروف واحسنها، حيث امر حفظه الله بتوفير كل الشروط الضروريه لكم في الذهاب والاياب وطيله فتره مقامكم للديار المقدسه لتمكينكم من كافه الخدمات وذلك لتقويه البعثات الاداريه والطبيه والعلميه واختيار العناصر المقتدره وتزويدها بالوسائل الماديه الضروريه وكذا المساعده على خدمه الحجاج والسهر على راحتهم وسلامتهم وصحتهم طيله مقامهم للبقاء المقدس. داعي اياكم للتعاون مع هذه البعثات مقدرين مسؤولياتها وملتزمين بارشاداتها. كما ندعوكم الى احترام التدابير التنظيميه والالتزام بالتعليمات الصادره عن السلطات السعوديه المسؤوله بخصوص الاجراءات والتنظيمات المتعلقه بمناسك الحج. ومما ينبغي التذكير به ما يجب ان تكون عليه من حسن السلوك والاخلاق ومن جميل الصبر وحسن المعاشره مع كافه المسلمين. فاعملوا على التحلي بالاخلاق الاسلاميه الفاضله وان تتمسكوا بادابها ومكارمها الحميده وان تكونوا خير مثال يقتدى به في السلوك والانضباط وخير سفراء لبلدكم في تمثيل هويته وحضارته واعطاء الصوره المدلى عن وطنكم وما يعرفه من تقدم حديث وتنميه شامله تحت القياده الرشيده لامير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. أيها الحجاج الكرام، تذكروا أنتم في تلك البقاع المقدسة ما عليكم من حق الدعاء لملككم الصالح الأمين على شؤون دينكم ومصالح دنياكم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه رمز وحدة وسيادة وطننا العزيز المغرب. واسألوا الله بعهدنا المفدى دوام الحفظ والتمكين والصحة والعافية والتوفيق في خدمة قضاء الوطن والدين وصلاح أمر الإسلام والمسلمين وأن يحفظه في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة وأن يبسط شآليب المغفرة والرضوان على فقيد العروبة والإسلام الملكين الراحلين جلالة الملك حسن الثاني طيب الله تعالى وجلالة الملك محمد الخامس صبر الله بريحه سائلين الله ان يجزيهم خير الجزاء على ما اسلياه من جهد وتضحيات
في سبيل حريه المغرب وتقدم. جعل الله حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا، وان ترجعوا الى اهلكم وذويكم سالمين غانمين فرحين مستبشرين برضوان الله وفضله الكريم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.